فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الأساور من غير الذهب للرجال هل هو جائز؟ لا، الأساور للنساء ولا يتشبه بالنساء، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يلبسونها اعتقادا بها أنها تشفي من المرض وأنها لا يجوز هذا، هذا من لبس التمايم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.